يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أهل البدع يحتجون على فعلهم بالرؤى، ويقولون ويستدلون على ذلك بذبح إبراهيم لابنه، وكذلك قلنا لكم رؤيا الأنبياء غير رؤيا غيرهم، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل. إبراهيم رسول الله ونبي الله خليل الله، فرؤيا الأنبياء حق وحي من الله، أما رؤيا غيرهم لا. نعم. وكذلك في مسألة الأذان، الأذان أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت بسنة الرسول، ما ثبت بالرؤيا، ثبت بإقرار الرسول له الأمر به. نعم. لكن هذا يظهر أنه جاهل. نعم.